تجربة جنوب أفريقيا وتجربة المملكة المغربية، وشكرا لحسن الاستماع. شكرا. السلام عليكم. نشكر الأستاذ مهيدي والأستاذ محمد جديدة لابني، لكن تجربة جنوب أفريقيا كانت فعلا تجربة رائدة في العالم وفي الدول الأفريقية، وتنافس حتى في الدول الأوروبية في وتمت من تحسين أوضاع السجون وجبر الضرر بالمعنى الواسع بما يكفل كشف إنه المذنب يعترف بأنه أذنب ويطلب السماح ويطلب الصفح نهائيا، وانك تبي تجتث كيف ما اجتث. نفس ما حصل في المغرب هذا لم يحقق مصالحه. الهيئه القيام باصلاحات دستوريه